السلام عليكم ورحمة الله. نواصل الحديث إن شاء الله على آخر موضوع في موضوع الميديكال جينيتكس، مابينج هيومن جينز لينكج اند اتس ابليكيشن. احنا زي ما بنعرف طبعا انه الكروموسومز الموزعين عندنا 23 زوج كروموسوم، طبعا اكيد بيحملوا عندنا تقريبا كلمة 20,000 شوية ليتل، تقريبا ممكن نصل 25 أو ما بين 25 30 تقريبا 1000 جين على الكروموسومز الموجودين عندنا، على 24 كروموسومز المقصود فيهم طبعا إضافة كروموسوم إكس وواي. صحيح طبعا كان في هناك دراسة لابد يكون هناك معرفة طبيعة الديستانس بتوين ذا جينز، وين موقع كل جين على الكروموسوم وطبيعة الديستانس بينهم. والشغل الثاني في الموضوع بانه لابد يكون هناك برضو كمان دراسه احتماليه الريكومباينيشن بتوين جين. ليش؟ لانه احنا زي ما بنعرف انه في الميوسيس زي ما تحدثنا سابقا انه التو هومولوجس كروموسومز ان جنرال ميك كروسنج اوفر. يعني ايش معنى كروسنج اوفر؟ يعني بصير نوع من الريكومبايند بتوين جينز توجذر، تمام؟ يعني زي من نوع من التبادل الجينات بين كروموسوم والكروموسوم الاخر الهومولوجس. فمن هذا الباب يعني قالوا لابد نعمل هناك جين مابينج، نشوف طبيعه الديستانس بتوين ذا جينز. والشغله الثانيه يعملوا عمليه اللي هو تحديد قديش نسبه عمليه الريكومباينيشن، وتحديد عمليه الريكومباينيشن بتوين جينز تعتمد اعتماد يعني مباشر على موضوع الديستانس. وهذا الكلام يعني واضح بانه كل ما انا زادت الديستانس عنا بتوين ذا جينز كل ما كانت عمليه الريكومباينيشن اكثر احتماليه من لو كان تو جينز تو نير ايتش اذر. هنحاول نشوفهم ليتر اون ان شاء الله في فيجرز معنا. فبقول لي هذا الامر طبعا بفيدني اتس فاليو كام فروم ديزيز دايجنوستس. احنا ممكن نتعرف على الديزيز دايجنوستس في ربط الجينز توجذر. الشغله الثانيه ممكن يساعدني في عمليه الجين كونسلنج، انه يكون في هناك استشاره ايش ممكن يحصل عندنا من ناحيه امراض في ظل هذه الوضعيه اللي هي مدى علاقه الجينات مع بعض في بعد ما حصل عندنا عمليه اللي هو الميوسيس بروسيس. اذا تو اسمبل جين ماب ذير ار تو ابروتشز. فيزيكال ماب، فيزيكال ماب يعني احنا بدنا نعمل اكسس the particular location of gene along the chromosome using physical distance. يعني وكأنه احنا طبعا احنا بنعرف انه الكروموسوم هو عبارة عن نيوكليوتايدز، تمام؟ فبدي يكون في هناك عنا معلومة بانه لابد نعرف ايش الديستانس between الكروموسوم between genes او among genes. اوكي، من خلال number of nucleotides بالbases بالكيلو بيس بالمليون of base pair and so on. genetic map using linkage، يعني عندما نتحدث عن physical map نتحدث على distance. Genetic map using linkage analysis to measure the frequency with which two genes remain together through meiosis. ها يعني احنا بنحاول من خلال دراسة عملية الريكومباينيشن، اوكي، وهذه طبعا اكيد دراسة كمبيوتر يعني ماتماتيكال بروسيس، اوكي، من خلالها طبعا بيستطيع يعطيني يعني يعطيني عملية تقييم قديش عملية الريكومباينيشن among genes will be occur وهاو تو باس فروم جينيريشن تو جينيريشن. اذا الجينز بشكل او باخر لينكج هي لابد يكون في عندنا لينكج ذا تندنسي فور ذا اليلز كلوز توجذر اون ذا سيم كروموسوم. يعني لو كان انا عندي في عندي كروموسوم موجود، عفوا الكروموسوم هذا بيكون في عندنا جينز موجوده في منهم نير ايتش اذر منهم فار اند فار فروم ايتش اذر to be transmitted together through meiosis they are said to be linked. إذن بقول أنا لو كان أنا عندي على الكروموسوم جين X وجنبه جين Y، تمام، و they are close together، تمام، بنتوقعش إنه مثلا الجين X والجين Y في عملية الريكومبينيشن كل واحد يخد له location مختلف، يعني ال X يبعد عن ال Y. لأن ليش؟ لأن distance near each other. لكن كل ما كانت distance زي ما تحدثت يعني في البداية far away from each other كل ما كان عملية الريكومباينيشن أكثر. يعني ممكن أقول الـ X والـ Y far from each other، بقدر أقول إنه الـ X الموجود على الكروموسوم بتاع father مثلا على سبيل المثال وحيكون يشبك مع اللي هو الـ Y جين الموجود على اللي هو كروموسوم mother for example، إذا كانت distance so high. فالعلاقة علاقة عكسية linkage، تمام، will be high linkage high
تمام، المسافة قصيرة معناته ركومبين علاقة عكسية ركومبينيشن فيري ليتل لينكج ها ليس، يعني في عندنا ديستانس بتوين جينز او امونج جينز معناته في عندنا عملية الركومبينيشن ويل بي مور بروبابيليتي لها اكثر. طيب يجي بيقول لي فينوتوبيك ريشوز اوف اوف سبرينج فروم كروسنج ويذ لينك جينز ديفر فروم اكسبكتد ريشيو فور ان لينك، طبعا اي جينز طبعا لينك جين ان لينك جينز اكيد عمليه الريكومبينيشن ويل بي ديفرنت فروم وان تو انذر. اوكي اذا هذه هي عمليه الريكومبينيشن بروسيس امونج كروموسومز. بقول لي هنا ان هيومن وير اكستنسيف كنترولد كروسز كان نوت بي بيرفورم اذر تكنيكس، يعني ممكن يحصل عندي بعض الاحيان انه عملية الكنترول بتاعت الكروسينج اوفر ان سو اون صعب احنا نقدر نتحكم فيها. بقول لك بعض الاحيان بيحصل انه اذر تكنيكس كان بي نيدد في عملية ديترمينيشن للجين لينكج، في ديترمينيشن لمين؟ للجين. ان هيومن وير اكستنسيف كنترول كروسز cannot be performed، يعني اساسا نقدر احنا نحاول نتحكم ونتعرف اكثر على طبيعه الكروس اللي صارت between the genes a lot of genes among genes and a lot of genes. في هناك نستخدم تكنيكس اخر اللي هو وجود restriction fragment link polymorphism، يعني يعمل عمليه نوع من digestion او بالمعنى الاصح يستخدموا حاجه يسموها restriction enzyme map، ممكن نسمعنا في كلمة restriction في عملية الكات. في عملية الكات بيقدر يعرف لي قديش اللوكيشن بتوين جينز وكذلك طبيعة الديستانس من خلال انه يقدر يعمل عملية حساب قديش البيس بير بتاعت الفريجمنت اللي صار لها قطع. وعلى الاساس بحاولوا يتعرفوا على موضوع الديستانس بتوين ذا جينز. هذا من ضمن الشغلات. عملية الركومبينيشن during طبعا احنا ما يوسوس جودة بيحصل عندنا عملية الريكومبينيشن وكأنه بصير في عندنا break and rejoin break and rejoin how often this occur. انا صحيح بدي احاول اختصر الكلام هنا ما فيش داعي نتحدث او نقرأ، بنحاول نطلع على اللي هو الفيجرز بشكل عام. الفيجرز الفيجرز بقولي هنا على سبيل المثال عندنا في الفيجرز R2 loci linked R2 loci linked. بقول لي هنا زي ما احنا شايفين في هذا الفيجر الداد عندنا والمام عندنا الكروموسوم من فادر اوكي هومولوجاس كروموسوم هومولوجاس كروموسوم من فادر برضو وهلما جارة 2 loci on the 2 different chromosomes. طبعا في هناك loci موجود على الكروموسومز عندنا هنا اوكي all gamete possibilities from daughter equal equally likely due to the independent segregation of the chromosome at meiosis. فبقول لي بشكل عام اوكي انه الكروموسومز الموجوده عندنا في هذه الجميت independent segregation، يعني كل واحده منفصله على حالها في موضوع segregation. فبقول لي طبيعه اللوكيشن من خلال الشكل هذا عندنا هنا الدوتر اكيد اخذت الكروموسوم اعتبر هذا الكروموسوم الكروموسومات بتاعت فادر بتاعت اللي هي من الداد عندنا ممكن تاخذ طبعا الكروموسوم من المام اوكي وكذلك نفس الشيء الكروموسوم الاخر واحد من الداد واحد من اللي هو المام الجميع possibility from daughters طبعا بتتوزع بعملية randomly اوكي ففي عندنا ممكن صار combination اوكي يا اما صار عندنا نو كومباينيشن يعني عفوا ممكن يكون عندي اوريجينال زي في البيرنتس يعني هاي والله الكروموسوم بتاع فادر مدر انا اخذته موجود عندي هنا تمام انه في عمليه الديفيجن هذا الكروموسوم بتاع الفادر والكروموسوم الاخر بتاع الفادر اجوا في واحد اوف ذا جيميتس ونفس القضيه في الثانيه وممكن يحصل انه العكس انه ادر الكروموسوم صار في هناك ارتباط ما بين كروموسوم في المام في 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 المدر مع كروموسوم اخر من اللي هو من الفادر ويعني وكانه بقول لي في عندي صار نيو كومباينيشن. هذا بشكل عام بالنسبه للكروموسومات وتوزيع الكروموسومات. الان هنا في مثال اخر بيجي بتطلع اللي بيقول لي ار
تو لوكاي لينكد. الان بيجي بيحكي على لوكاي، هناك حكينا على الكروموسومز ان جنرال. لوكاي يعني بقول لي انا في عندي لوكاي واحد، يعني على الكروموسوم الموجود عندي يوجد عندي لوكيشن نمبر 1 ولوكيشن نمبر 3، تمام؟ الهومولوجس الكروموسوم الاخر برضو على كروموسوم نمبر 1 و 3. الان نعتبر انه في عندي لوكاي على نفس القضيه بالنسبه للفادر او بالنسبه للمذر، عندي لوكيشن اسمه 2 لوكيشن اسمه 4 اثنين واربعة، يعني الان وكأنه اسم اللوكيشن just not else. الان في الدوتر طبعا هتاخد كروموسوم من الفادر وكروموسوم من مدر. الان هنا اللي بيحصل عندنا الجميد، اوكي، بتوقع انه يحصل عندنا كروسينج اوفر. يعني الان الدوتر اللي حصل عندنا ميوسيس، صار عندنا في الدوتر في الاوفر في عملية الميوسيس، تمام؟ هيحصل عندما يتقابل في الميوسز كروموسوم هومولوغس الكروموسوم، وفي عندنا لوكاي نمبر 1 ولوكاي 3 ولوكاي 2 ولوكاي 4، اذا بنلاحظ انه الديستانس بتوين لوكاي 1 و3 وكذلك بين 2 و4 ديستانس بين 1 و3 وب2 و4 بتلاقيها نوعا ما ايش هاي للوكيتد. اذا هذه الديستانس في عندنا احتماليه all possibilities again equally likely due to the near certain probability of recombination mixing the alleles combination between the locale. إذا بنلاحظ عندي هنا اوكي تمام البوسيبيليتي الآن للأوفر اللي هيحصل لها fertilization، اوكي، ممكن يضلوا نفسه الكروموسوم موجود عندي، تمام؟ ما فيش عندي صار أني الترانسلوكيشن او اني ريكومباينيشن، يعني بقدر اقول انه اللوكيشن نمبر 1 ضلوا مع الكروموسوم في اللوكيشن نمبر 3 وكذلك 2 مع 4. لكن ممكن يحصل على الجانب الاخر وكانه انا بقول في عندنا 50-50، يا اما بيحصل عندنا اللي هي ريكومباين بين لوكيشن نمبر 1 مع 4، تمام، او لوكيشن نمبر 2 يحصل مع 3. هذا الكلام من خلال ايش؟ من خلال عمليه الكروسنج اوفر. وممكن ما يحصلش. طبيعه الحصول وعدم الحصول بقول لي يعتمد في الحاله هذه على طبيعه الديستانس، تمام، طبيعه ايش الديستانس الموجوده. لكن الان نطلع على مثال اخر، فور اكزامبل بيجي اطلعنا هنا رقم لوكاي 1 ولوكاي 3 نير ايتش اذر ولوكاي 2 ولوكاي 4 نير ايتش اذر. الان هيجي كروموسوم، تمام، من فادر وكروموسوم من مدر، وين في الدوتر. الان نيجي بنقول هل في احتماليه انه يحصل ريكومباينيشن بين واحد لوكيشن مع أربعة واثنين مع ثلاثة؟ ها، في عمليه الريكومباينيشن اللي هتحصل عندي في الميوسيس بقول الجميت بوسيبيليتي فور دوتر ابروكسيميتلي نون ريكومبيننت. مش هيحصل عمليه الكومباينيشن انه واحد يجي مع أربعة واثنين يجي مع ثلاثة زي ما حصل في الصوره اللي عندنا الفيجر اللي قبله. الفيجر اللي قبله في عندنا بروبابيلتي، في بروبابيلتي ما يصيرش وفي بروبابيلتي انه يحصل لانه ديستانس عاليه او يعني طويله ما بين اللوكاي نمبر 1 واللوكاي نمبر 3 واللوكاي نمبر 2 واللوكاي نمبر 4 اللي موجوده عندنا في الفيجر الموجود في الاول هنا، واحد مع ثلاثة، تمام، واثنين، عفوا الفيجر اللي هنا عندي لوكيشن نمبر واحد مع ثلاثة ولوكيشن نمبر اثنين واربعة، تحس انه في عنا ديستانس بشكل عام كبير. anyway هذا يعني يعطيني بس يعني اشعار بانه الديستانس لها علاقة في طبيعة الريكومباينيشن. اذا وكأنه بقول لي انا كل ما زادت، يعني نيجي نحط شيء اخر، عمليه الديستانس بين التو لوكاي كل ما اعطى بروبابيلتي ان يكون عندي ريكومباينيشن فريكوانسي اكثر امونج او بتوين ذا مين ذا لوكاي. هاي عندي مثال اخر، مثلا قالت البيد الديستانس عندنا هنا مش زي الاول فيجر، تمام، واحد وثلاثه وواحد واربعه، لا هي ديستانس بتاعت اللي هي واحد وثلاثة في أول الفيجر ولا في الثاني، الديستانس تقريبا بين التنين. The two loci on the same chromosome، تمام، but some distance apart، في عنا distance نوعا ما. All possibilities likely but not
in equal proportion، يعني مش بشكل متساوي. تمام؟ Some probability of the recombination mixing the allele combination between the loci but not 100%. فايش بقول لي انا؟ انه الان هل يمكن يحصل عندي عمليه الريكومباينيشن بين واحد واربعه مع اثنين وثلاثه؟ بقول لي انا الجميت possibility for daughter جميل انه والله احتماليه انه ما يكونش عندي ريكومباينيشن اعلى، لانه برضه بتضل الديستانس هي اللي بتحدد. لكن بقول لي ممكن يحصل عندنا ريكومباينيشن، لكن النون ريكومباينيشن بتوين ذا لوكس والبي ليس، والبي نون ريكومباينيشن والبي مور ذان ريكومباينيشن. طيب في هنا تعبير استخدموه، هذا التعبير استخدموه بقول لي في موضوع اللينكج ماب، بقول لي اتس بوسيبل تو اوبتين A measure, قياس distance between genes. The distance is expressed in term of genetic map. إذا distance عندما توصفها ما بين الجينز بدك تسميها بالماب يونت أو بالام يو أو بتسميها بالسنتو سنتي سنتي مورغان سنتي إيش مورغان على اسم العالم. بقول لي one map unit equal 1,000,000 بيس بير. ايش يعني؟ لو قلت لي انا ما بين جين اكس وما بين جين واي على الكروموسوم واحد ام يو ماب يونت او واحد سنتي مورغان، اعرف انه اللي هي ديستانس بينهم 1,000,000 بيس بير. 1,000,000 ايش؟ بيس بير. اوكي طيب الريكومبيننت فريكوانسي، الريكومبيننت فريكوانسي ها ايش طبيعه العمليه الريكومباينيشن، يعني الفريكوانسي احتماليه انه قديش ممكن تحصل عندنا عمليه الريكومباينيشن بتوين ذا جينز. تمام؟ واحنا قلنا هذا يعتمد على مين؟ اوكي يعتمد على الديستانس ان جنرال، يعتمد على الديستانس. فبيجي بيقول لي انا هنا الريكومبيننت فريكوانسي اوف 1%، انا بقول والله احتماليه بين الريكومباينيشن هنا على سبيل المثال بين واحد مع أربعة. تمام؟ recombination frequency مثلا بقدر أقول أنا 1% is equivalent، بقدر أقول أنه والله في الأصل الديستانس كانت ما بين واحد وثلاثة واثنين وأربعة، تقديرا أنا بقول تقريبا كانت عندي 1,000,000 بيس بير أو 1 سنتي مورغان أو 1 ماب يونت بشكل أو بآخر. تمام؟ اوكي بس انجينير بقول لي اعمل حسابك انه the largest recombination frequency 50%، يعني في عنا 50% في عنا ريكومباين او ممكن ما يحصلش عندي انا ريكومباينيشن بشكل او باخر، يعني الحد الاعلى عملية 50% frequency of the recombination between the genes. طبعا بحكي على recombination من genes وموستلي بحكونوا ايش هدول التنين، بكونوا في الأوبزيت اند، يعني انا بقدر اقول عشان اقول والله في عندي تقريبا 50% ريكومباينيشن احتماليه، بقدر اقول انه كاي نمبر 1 قد ايج بتاع الكروموسوم وثلاثه نفس القضيه قد ايجز بتاع الكروموسوم، على اساس انه في عندنا ذا لارجست ديستانس ان جنرال بشكل او باخر. طيب هذا مفهوم في تعريف الديستانس. ريكومباينيشن فريكوانسي بيقول لي از ا ميجر اوف جينيتك لينكج اند از يوز ان ذا كرييشن اوف ذا جينيتك لينكج ماب. ريكومباينيشن فريكوانسي بيعطيني بنسميها باسم تيتا. تمام؟ الكروسنج اوفر اللي هي عباره عن ايش؟ قديش احتماليه الكروسنج اوفر بتوين تو جينز ديورينج مايوسيس. ها كروسنج اوفر قلنا الجين اكس واي على كروموسوم مع جين اكس برايم واي برايم على الكروموسوم اللي عقباله، قديش ممكن يحصل هي ارتباطات ما بين اكس برايم مع واي، اكس مع واي برايم والواي مع الاكس برايم. هاي المقصود في عمليه الكروسنج اوفر اللي بتحصل عندنا بشكل او باخر. تمام؟ اذا كل ما زاد اللينكج كل ما ايش زادت اللي هو قلت عمليه الكروسنج اوفر، يعني صعب انك تلاقي انه تقول اكس راح على عند واي برايم او واي راح على اكس برايم المقصود فيه كجينز. بيجي بيحطي لي كمان هنا لينكج اند ريكومباينيشن فريكوانسي. لينكج از ذا تيرم يوز تو ديسكرايب ا ديبارشر فروم ذا اندبندنت اسورتمنت اوف ذا تو لوكاي. ها مش اندبندنت، تحسوا كانهم ديبندنت كلوز تو ايتش اذر. The tendency for all for alleles at the loci that are close together on the same chromosome to be transmitted together.
يعني بقول لي انه قديش احنا نكون ان تو ايتش اذر حننتقل مع بعض كجمله واحده بشكل او باخر. اوكي، a common notation over combination frequency as a proportion not a percentage. يعني بقول لي is 1% كنسبه. A common notation over combination frequency as a proportion not a percentage، يعني كنسبه مش تعتبرها كنسبه مئويه يعني طبعا. Is the great is the Greek letter، هذه تيتا طبعا اسمها تيتا، بيقول عنها تيتا، where تيتا varies from zero nor combination to 0.5. اوكي، independent assortment to 0.5، يعني طبعا 1% اللي هو يعني 100% اللي هي بتكون طبعا واحد. اوكي، ك يعني ك combination، لكن نص التيتا كقيمة، هنا التيتا بيعطوها كقيمة، عفوا نص او واحد، بيختلف عن عملية اللي هو طبيعة ان نوضح فيها انه تيتا تعبير اخر للكومبشن فريكوانسي، لكن ما باخدش مسمى نسبة في المية، يعني بقول عني مثلا من 0 ل 0.1 0.2 0.3 0.5، هذا تعبير تيتا. لكن في عنا التعبير كلمة الكومبينشن فريكوانسي بشكل عام ممكن نعبر عنه ب 1% 2% and so on. واضح في هذا الموضوع؟ تمام. فمرة أخرى نقول لما أجي أقول لك الكومبينشن فريكوانسي 1%، أعرف إنه في عندي جينز زي ما قلنا إكس وواي، والإكس برايم والواي برايم على أدر الكروموسوم، الديستانس بينهم لما تقول انت 1% ريكومبينيشن معناته انت عندك ديستانس بينهم تقريبا مليون بيس بير بتوين. اوكي، اذا هذا طبعا الحساب اكيد بيحتاج a lot of data عندنا في هذا الموضوع، بيحتاج الى a lot of data. اوكي، هنا عندنا كلام كله عباره عن توصيف للكلام اللي حكيناه ليس الا. في عندنا حاجة هنا فيجر آخر recombination mapping. If we know the percentage of recombination between all possible pair of three genes we can determine their relative position on the chromosome. بقول لي إذا أنت عملية عكسية عرفت قديش طبيعة recombination frequency percentage of recombination between genes، بيقدر يعطيك إشعار، عملية عكسية، اعرف recombination frequency أكيد رح تعرف انطباعات على الديستانس. فبقول لي انت اكيد لما تيجي تعرف ان الريكومباينيشن بتوين اكس واي، ريكومباينيشن بتوين اكس واي، لو نطلع عنا هنا للاكس والواي، هاي اكس عندي واي، الكروموسوم الثاني برضو عندي اكس وعندي واي، حيكون اذا الريكومباينيشن هنا برسنتج عندي 10 تقريبا، انه والله عندي الديستانس ابروكسيميتلي هاي مقارنه مع الديستانس اللي كان عندي الريكومبينيشن فريكوانسي بين اكس وزد. ليش؟ لانه نير ايتش اذر، يعني احتماليه الريكومبينيشن فريكوانسي بين اكس اللي هنا واي اللي هنا وواي اللي هنا مع اكس اللي هنا اكيد هيكون اللي هو بشكل اكبر من لو كان عندي الاكس مع الزد اللي هنا والزد اللي هنا مع الاكس اللي هنا. ليش؟ لانه قضيه ديستانس، والزد وكذلك الواي نفس القضية حتقل عملية الريكومبينيشن عن 10 لأن الديستانس بينهم أقل. في هناك مصطلح آخر، تمام، المصطلح هذا آخر بسموه لود سكور. لود سكور ميثود فور استيميتنج الريكومبينيشن فريكوانسي، دي عبارة عن طريقة، هذه عبارة عن كمبيوترايز، تمام، بتستخدم لوغاريتميك، بسموها لوج اوف ذا اود اناليسيس من خلال اللود سكور. هي عبارة عن كمبيوتر أناليسيس طبعا، بس احنا عايزين نعرف انطباع عنها ليس إلا. وهذا القيمة بتاعت اللود بتعطيني يعني تقييم طبيعة اللينكج بتوين the genes، تمام. أوكي، فهذا الكلام كان يستخدمون طبعا وبيستخدموه كطريقة لدراسة الجينات سواء كان في الهيومن في الانيمال في البلاند، كيف ممكن يحصل هذا الأمر. إذن هي عبارة عن قيمة، تمام، بتعطيني إشعار على طبيعة الديستانس، طبعا إلها معادلة معينة، طبيعة الديستانس بتوين ذا جينز انجينير. أوكي، على كل هذا اللود سكور من الآخر إنه بيجي بيقول لي في هذا الموضوع اللود سكور هو عبارة عن قيمة. وخلينا نقول قالوا في موضوع القيمة إذا كان عندي أنا اللود سكور ها من خلال هنا
اكبر من 3 او اقل من ناقص 2. تمام؟ اذا كان عندي القيمه بتاعت اللوج هنا لود سكور جريتر ذان 3 از كونسيدرد ايفيدنس فور ذا لينكج. اذا قيمه اللود سكور عاليه 3 وفوق اعرف انه الجينز بينهم الديستانس از فيري ايش؟ از فيري لو. كل ما زادت القيمه فوق الثلاثه اعرف انه ديستانس بتوين ذا جينز لو، ديستانس از سمول. اعرف انه القيمه اذا كانت بتاعت اللود سكور ليس ذان ماينس 2، عفوا مش 2، ما عندكم بدوسيه 2 لا ماينس 2 از كونسيدرز ايفيدنس اوف تو اكسكلود لينكج. انه في عندي ايفيدنس انه احنا صرنا نبعد عن اللينكج، انه والله في عندنا ايفيدنس كل ما احتماليه الايش الكروسنج اوفر صارت، عمليه الكومباينيشن ايش صارت. وضحت؟ هي المقصود في هذا الموضوع. هذه كمعلومه نحطها في الاعتبار في طبيعه ايش؟ تعبير على طبيعة اللينكج وطبيعة اللود سكور. قديش القيمة كل ما قربت من الثلاثة وكانت أكثر من ثلاثة أعرف إنه الجينز الديستانس بينهم سمول مور سمولر. إذا كان ماينس 2 أو ليس ذان ماينس 2 أعرف إنه الديستانس إنه كل ما قلت أعرف إنه الديستانس كل ما زادت وصار عندنا احتمالية الريكومباينيشن والإنكريز. وهذا حيساعد طبعا في انه يفيدني في يقول لي طبيعه اللوكيشن تمام بالنسبه للجينز فار اور نير ايتش اذر. تمام؟ هذا بشكل عام. الاشياء الاخرى هنا نو نيد تو توك اباوت على اساس بدناش نعمل يعني لخبطات. اوكي اعتبروه مش داخل عنا. هيك بنكون احنا انهينا ان شاء الله. بنكون انهينا طبعا موضوع اللي هو الميديكال جينيتكس كورس. اوكي بالحديث على الجين مابينج من ناحيه لينكج ومن ناحيه ديستانس. طبعا لينكج مقصود فيها الديستانس بتوين كروموسومز وعمليه الريكومباينيشن وكيف الحساب بتاعه عمليه الريكومباينيشن فريكوانسي وتناسبها التناسب العكسي او التناسب الطردي. كل ما زادت الديستانس بتوين جينز كل ما زادت احتمالية انه يصير في عنا ريكومباينيشن اوف ذا جينز تو وذ اذر جينز ان جنرال. هذا بشكل عام. يعطيكم العافية وان شاء الله يعني نكون يعني افدنا. وطبعا للمرة اخرى بقى اتحدث انه بيصير هناك ان شاء الله جمع اسئلة في خلال المادة ودراستها وحيكون عندنا محاضرة إن شاء الله نحاول نجاوب فيها على الأسئلة إذا كان في هناك أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.